السلام عليكم يا أبنائي. عليكم السلام يا أستاذي. عليكم السلام يا أستاذي. وين يا مكنة؟ مرك شنا ديتشيا تعزل مسلم زي الطلبة شنو عامل فيه راكب راس برنامج ويا زوري احترم نفسك. ما أنا قلت أجين هوي بركب معك راس السي وهي الدين يا ما تقول لي أستاذ ولا بتخ يا زر نحترم ناس هناك مكانة كمان دار تعمل لي جاي 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 يا زر ببلع قسي والله بدش معك قسي يا اخي انت هسه يقول عليك المستقبل يا اخي تظل طالب ما نافع وما عندك مستقبل عليك الله انسان منك خليني اركز مع اخوانك اللي قدام ديل داري يتعلموا ديل ايوه نحن معاك يا استاذ اشرح لنا ايوه استاذي نحن معاك اشرح هاي انتم نافعين وانتم جيل المستقبل زاد يلا خمسة في خمسة بكم هنا هنا يا مكانه هنا 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 الاجابه هنا كده انا اشوف يمكن يكون ماشي في تحسن اها بكم بخمسين اسمعني يا تسعة طويله انت بالذات مدينك اجازه خمس سنين خمس سنين دي اجازه تمام شياخذ راحتك قدام يا مكنة ده نحن العاوزين نزاد وخلاص يا جوك يلا سيو